الساعة الرابعة مساء، باخرة جزائر 2 ترسو بميناء وهران قادمة من مرسيليا. فريق طبي كامل مجهز بالمعدات اللازمة، هم أول من يستقبل المسافرين فور نزولهم من الباخرة. منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الجزائريين، اتخذت هنا كل الإجراءات اللازمة من متابعة وفحص المسافرين عبر ميناء وهران بالتنسيق بين كل الهيئات المعنية. تم اتخاذ إجراءات صارمة، وهذا بمراقبة جميع المسافرين القادمين سواء من إسبانيا أو من ألميريا أو من مرسيليا. قبل نزول المسافرين يتم فحصهم، سواء المسافرين الراجلين أو المسافرين القادمين عن طريق السيارة. المسافرين الراجلين يتم بفحص الحرارة، حرارة المسافرين بوسائل الخاصة. أما فيما يخص المسافرين القادمين بالسيارة فيتم على مدخل الكراج لهنا بلا فيزيت. هناك أربع أشخاص هنايا، يعني عندهم كاميرا، يعني في كل سيارة تخرج من المرأب التابع للباخرة ديتكت لا مالادي. ومع الإجراءات الاحترازية المتخذة عند مدخل الميناء، يرافق المسافرين في كل رحلة قادمة من الضفة المقابلة طبيب مختص يعاين كل من يحتمل إصابته بالفيروس، ويحجز في غرفة الحجر الصحي بالباخرة. عندنا في الباخرة غرف للحجر الصحي، عندنا كيما لاترافيرسي هذه اللي جينا من مارسي، عندنا زوج مسافرين جاوا من إيطاليا، ومنطقة إيطاليا فمنطقة ما فيها الكورونا فيروس، تو حطيناها في الاخر في الغرف الحجر الصحي. الغرف الحجر الصحي كاين تقدر ترفد حتى ل 100 شخص. نو المريض يكون معزول، ما يكونش اون كونتاكت مع الاخر، مع لي باساجي. نو معزول، ما يخرج لا من لاكابين لا من الغرفه تاعو لا والو، نديولو كلشي للغرفه تاعو. على غرار البواخر الخاصه بالمسافرين، اتخذت سلسله تدابير تجاه بواخر السلع على مستوى الميناء. فيما يتعلق بالباخرة التجارية، طلبنا من قائد الباخرة قبل الوصول إلى ميناء وهران من إرسال وثائق عبر ممثل الربان والمتمثلة في قائمة المعدات، وكذلك تاريخ ومكان ركوب المسافرين على متن الباخرة من أجل الحصول على مسار المسافر. كما طلبنا الحصول على معلومات من المسافرين للتعرف على العشر موانئ الأخيرة التي مر بها كل مسافر لتحديد البلدان التي زارها. المسافرون أشادوا بحسن التعامل بما يبعث راحة نفسية مع أخبار عن إصابات جديدة بالفيروس. Comment les officiers de police et de douane ont l'air d'être protégés et il y a des prises de température. Donc à mon avis, pour moi, je suis rassuré. Franchement, l'accueil était magnifique, il y a pas de problème. J'étais content moi. Franchement, j'étais content, il y a pas de souci. C'est ça fait plaisir quoi. رغم أن عدد المصابين بفيروس كورونا في تزايد مستمر، إلا أن السلطات الجزائرية تتأهب للتصدي له بأقصى تأمين ممكن لكل المعابر وحدود البلاد.